كيدو كيدا الناس ما يعرفوا هاي فرج ربي أخويا الأرضي أخويا الأرضي هاي ربي ربي يا سكوان ربي ويا أخويا الأرضي بحالك انت يا شرن يا وجه الشواية ما تصدقش في الحوت كواري هاي كي وليتي مشارملة نمشي نسكن في البرطمة بالسامسور والكوزينة مزهزة والباركو والفدريش والسطوان والحمام هاد الميساج جيت نخلي لدوك العيالات اللي كانوا كيجيو عندنا للدار شحال هادي وتقول لي غزالة تبارك الله غير تكبري نجوجك لولدي وفينكم دابا فينكم فيكم على الهضرة ما قدش على شي حاجة ما تقولياش لعبت ما قشبلت فيهم حتى شي لعبه شاهد انا وراجلي ضربنا بسبب مو حنا مالنا ومال مو ومال امك كيفاش كنجمع داري في 10 دقائق الدار ديال باربي هادي اللي كتسوبي ديال باربي كيفيه تحضير البيتزا في المقله علاش باغي تخسرونا مع الطاليان علاش وكتحط لك شاهد طفل يبل لي الفراشه ساعدوني وانت ولدك العالم كله عرفوا بوال كيف... لا مزيان والله تصرعتك عادشا واش انت حماقيتي ولا تسطيتي حتى الحاله ديالي عليا فوجي واش عطيتك الفلوس باش دير لي هاد الحاله اختي راه المشكل ما كاينش في الفلوس وفين كاين المشكل المشكل فوجك اختي كيشرب وهذه في خاطر الجاليه المغربيه المقيمه بالمغرب ولك شوف راه غير فرقعوا لي من تحت الصاغر واه تنزل تنزل محمد محمد بريكاس بريكاسي بريكاس نزلت ما عرفتيش تربي فيها راه زيد ما بغاش يطلع جبدي جبدي نصوت ولا نطلع لا طلعي هو بلغ لي البرد هاي 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 ايوا يا حميد وفين راك كلشي لا قول لي الحاجه اللي عجبتك اكثر وبغيتي تبقى على قبلها انت بصح اه انت حيت انا ما عنديش خويا الكبير سلمى وسلمى سلمى شكون اللي زلي داك الشكان في الثلاجه الا كانت انا اللي عطيتك سكيت هداك الصيقع تكون هاد الرزمه ديال شي حد وسرقتيها ليه كيفاش سرقتيها لي زعما خديتيها ليه بلا ما يفيق بيك لا كاع عمر ما قبيج هي هاد الرزمه عندها موليها لا لا ما بقاش عندها مولي يا السلام دراري ما تنساوش ديروا لينا ابوني ولايك وتفرج في الفيديوهات الاخرى الى بغيتي نشوفك هنا اي باي